قررت أسرة فنان وعازف الجيتار المصري الراحل عمر خورشد استقبال العزاء فيه بعد رحيله بأربعين عاماً. وقال إيهاب خورشد شقيق عمر عبر حسابه على فيسبوك: الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة. الله يرحمك يا عمر. وكشفت صور نشرتها جريدة اليوم السابع عن جنازة الفنان المصري الراحل. وتم نشر الصور بعدما كتب إيهاب على فيسبوك واتهم فيه وزير الإعلام المصري السابق صفوة الشريف أنه كان سبباً في مقتل أخيه. علاقة عبد الحليم بصفوة الشريف بسعاد حسني لما راح له عمر خورشد المكتب وقال له ابعد عن سعاد مالكش دعوة بيها، وكانت هي دي نهاية عمر خورشد. وأوضحت الصور أن هناك عزاء كبيرا أقيم فور وفاة عمر خورشد، وحضره عدد كبير من نجوم الفن وشقيقته شريهان ووالدته. وترجع القصة إلى العام 1981 حيث تعرض الموسيقار عمر خورشد لحادث سيارة مروع في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، وكان تعرض لمطاردة انتهت باصطدام سيارة عمر بعمود الإنارة حيث توفي بعدها. وتم الربط بين وفاة عمر وبين وفاة سعاد حسني الغامضة. تسقط من دور سادس بلا كسر، وده يؤدي إلى اعتقادي أنا إنها ماتت في الشقة على أثر مشاحنات ما بينها وبين ناس جايين